هذه منارة البدوزة الواقعة الجنوب ما بين الوالدية وأسفي. خلعتيني حنا قلتي جانو. هذه كتعلم الباخرات على أنه كاين جبل باش ما يصطدموش به. انه هناك هنا كاين شي سيد واقيلا تما. اوا المناره ما كاين لا سيد. كاين سيد حداها. كاين سيد فين هو؟ داك الصايور. هذا بوقبه. ودير هنا الصفوم تقلع. عرفتي الراديو حيت تقرب الجوج دير اذاعه مكناس كيشدها. شدي اذاعه مكناس حيت تقرب الجوج تعطيني نوامر التليفون ديال اذاعه مكناس. فرحان يا سلام. لا هي بقات داك لا هادي بقات حتى لسته. الى بقات لسته مزيان نتصلوا الى هاد البنات نديروا اشاراتنا وربما نديروا معاهم شي لقاء. شي انا ولا شي واحد شو انا وياك لقاء. فوتو شنو هادي؟ بحيرة الوالدية. بحيرة الوالدية. هادي ضيعة ديال المطيشة. ضايعة بالصحة والراحة نور الدين. اش تدير تما عندك؟ البيضات. شنو هذاك الخليع؟ ايه يا خيرات مولانا ومازال ما طايباش. انت سيدي كما تشوفوا هنا عندك نور الدين وعادل تيفطروا في واحد المنظر جميل. اخلوا لي حقي. بحيرة
بحيرة الوالدية، هذه الملحة كيستعملوا هذه البحيرة لاستخراج الملح كما كتشوفوا. ممتدة تقريبا على طول 4 كيلومتر، زيادة على انها واحد المركز بيولوجي كيرتاحوا فيها الطيور المهاجرة. حاشا كنصور غخيرات بلادنا، كنصور غخيرات بلادنا الشريف ديالي بكناس وانا بطو كازا عاوتاني نشوفو الرباط نرجعو لمكناس. سير تبارك الله. المعقول دابا داك هو اللي كيغسل. تبارك الله. الكاميون اوي اخوي تبارك الله. دابا دابا هذا يمشي للدار البيضاء، الدار البيضاء ولا غير هنا؟ يمشي للزمامره هذا. السلام عليكم. عطينا العنوان ديال مكناس. مكناس الزيتون. عطينا الادريس باش راه كنمشي لمكناس. مرحبا. عطينا الادريس. عطيوك الادريس اه. مرحبا. سالت هون صور السلعة تبارك الله. هنا القضية كانت خوا كدوز لهذا هذا هو اللي كيغسل ياك. سير اسف. الله يعاونكم. الله يعاونكم. تاكك صح. بارك الله عليكم. يا سيدي هو تا جاكم معاكم ها؟
شحنا تاعنا. شوف كي دايره هذه الاكله كي دايره جاتكم. شوف كي دايره. الحيد من المرحة. لا لا اش دقه اش بغيت انا؟ لا ما عندي مانع. شوف كي جا مالك الشراء مسعود. الله لا زينة. دير بحال التيفية. لا زينة. يلا زينيا انت يلا غير يلا غير قالك هنايا جوج خدامات ب 160 الف ريال البير ديالها ب 160 الف ريال لا احنا نكفي لكم حنا ما عندنا عشق يا شي انت براش ديرها ما عطيتوش نفرو اللي بغيت يا شي ارخا شتي فرون دابا هنايا شحال كتبيعو لا حميد شحال؟ 700 صندوق شي 30 كيلو لا ما وصلش شحال يدير من كيلو 18 10 14 وتبيع 100 درهم الاكله ديال حميد هو تطق على ماميك لا ما تعرف حتى حاجه وهو خسر البوطه ديال فاطمه لا لا قلت عليك بلا شي حله من التحت حله من الفوق عن جابا تما راه خصك البيضه فوق ما كتقولي لي غير ملاك ولا شي حاجه اخوك اللي خسرها راه خسرها باش ما تبقاش لا راه واحد يلا زيد يا سيدي ما قدوش خلي لها ان شاء الله الناس هي فيها ايوا هي فيها التمر ديك الماكينه حتى الامبالاج شي واعر يبغي يوقف يجمع السيرفر ما خاصش كاميرا يا مسبوط كاميرا ما كاين المناره الدراري وحنا وقفنا هنا ها كاين واحد المناره شتيها ولا شتيها هذا حنا مصافي معليش معليش يلا يا ربي فين كنتي قاعدين؟ في البحر اح تردتي؟ السلام ورحمة الله فين تشوفوا الاخطبوط ساعة ما لقيتوش ايوه اريدك دابا هنا تصور ديرو جروب ديرو جروب مركب صناعي من الجرف الاصفر اكبر مركب صناعي في المغرب يحتوي على المعامل تدوي بالقصدير هنا في الجاف الاصفر اكبر مركب كيماوي في المغرب
وحراري في المغرب من بين الوزينات الكبيره في الوزينات المغرب. للاسف فيه تلوث الهواء، فيه تلوث الهواء. حفاظ على البيئة، رجال المعامل، كما يسمون بعمال، ينظفون الطريق من البلاستيك. الله يعطيك الصحة سيدي. مزيانة الخدمة اللي كديرو، أحسن ما كديرو. ويلي عادل؟ وي وي. مازال شي حاجة أخرى؟ سير سام جيالي من هنا، اما كاين ما يتشا هنا سدود هاد الجهه، نقلات البترول. سيروا سيروا ديروا شي وقفه. الميناء ديال الجرف الأصفر.
ناقلة البترول هي هادي. البحر الأخيرة عن بعد فوسفات أصابي اختا هادك هكاين ميتشاف أطفي هدين يلا يا إخوان يلا شكرا الله سير 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 اه جديد الفريش السلام عليكم دوبل دوبل دوز باش نتما بينا ولا دوبل من اليسار ما تدوبلناش
شاطئ سيدي بوزيد. Thank you.
مدينة جديدة ترحب بنادي أصدقاء الرجاء مكناس.
ديال غايب انت ما سديتو عليهم مالك هاي لا 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 ولكن واخا هكذاك ما ينقدش مع الشباب يعني ما تخافش عليا يا طولة سير طويلة سير طويلة سير سير خرج خرج باش نعمر الجناب ديالنا خلي بالستوب اخي خرج يا يوسف ليلى خويا المستوب سير 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 طويله زير زير هكا دخل هيا ماشي مشكل
السبق ديالي خلي دخلتي ماشي مشكل مازال خصك تعيد قلعة البرتغال جديدة مسجد ما كانش الميناء ما كانش
يا حميد صافي تاع الحجر ما فهمتش شتيه تيقول راه حنا في الجديدة الجديدة هاي تسيدي موسى 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 كيفاش موسى سيدي موسى
عدين تقاد شوف الباك ديال الاولين باش تبدا تلاخرين كيما دابا غير كيخرجوا هذه القلعة في مدينة الجديدة كانت مستعمرة من طرف البرتغال وكانت تسمى المازاغو. المجرورة ولا المدفوعة؟ العربة المجرورة ولا المدفوعة؟
لا كيتصاوبوا البطيئات هكذا المدينة الجديدة جديدة هنا يتم ترميم البطيئات وتجديد الباخرات على كل مكان شوفوا ما كانش هذاك الحد اللي كلاوه دابا ديال البور كل ما وصلت لهنا راه كلاوه هذاك الشيء هذا الشيء ولا كيف هذا تحرق هذا ديال شي ما كيحرقوا لك هذاك كله صغار تاع تاع هلا شحال كيستغرقوا في الباطن؟ الشبع ديالهم ياك وعليكم السلام في الله تحب الغضب ديال الله مع دروك انت السما كامله ولا شي حاجه